حديث صالح بن شهاب وقالوا للآخر قرب، قال ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل، فضربوا عنقه فدخل الجنة، رواه أحمد. ومن ثم فإن هذا الحديث أخذ منه بعض العلماء أن الإكراه لا يكون بالفعل، وإنما الإكراه الجائز هو ما كان بالقول. فإذا أكرهت على قول كفري فقل هو قلبك مطمئن بالإيمان، وأما إذا أكرهت على فعل كفري فلا تفعل ولو كان ذلك في سبيل ضرب عنق، لدلالة هذا الحديث. والصحيح أن الإكراه شامل للقول وللفعل، أما القلب فلا إكراه فيه، لأنه لا يستطيع أحد أن يكرهك على شيء تضمره. ومما يدل على أن الإكراه في القلب ليس معذورا فيه الإنسان قوله عز وجل ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين.